كنت قاعدة ببيتي فجأة عم بساوي أكل، سمعنا صوت نحن عند الجيران، إنه صوت عادي أي واحد بسمع صوت إنه يطلع لبرا يشوف. شوفي طلع جوزي لبرا شاف جارنا إنه عم بتعرض هو وشاب تركي، إجا جوزي هون بده يدافع إنه على الشاب السوري والشاب التركي إنه يزيحن عن بعض. كمان شاف الشاب التركي خبط جوزي بالأرض، وهداك الشاب السوري طعنه طعنتين بالسكينة. نحن ما إلنا علاقة خيا. العظيم فجأة نحن ما بعرف ضربوني إلي ولولادي ولجوزي، تعرضوا علي كسروا البيت تحبشوني إلي، تخبيت أنا بمكان هيك صغير مكان خشب تخبيت فيه إلي ولولادي، فاتوا على البيت تحبشوا البيت، الشبابيك عندي إنه أنا أرضي، الشبابيك عندي شي 5 شبابيك تكسروا دون تكسير، البيت قلبوه فوقاني تحتاني، يعني ما وضع. والله العظيم أنا خفت، أولادي عبطن ضربوا ابني الصغير. قديش عمره؟ عمره 2.5. الأمير ما بيطلع المحكمة ولا بيعي، وبيقولوا دفتر تبع الأمير فوق. لحظة ولا عجب عليه وطار من كل عشان لحظة عجب عليه 4 شباب وضاقوا عجب عليه بالسكتين قدر اثنين يضربوا واحد ضربوا بالرئة من جهة اليمين، ضربوا اليمين جهة الرئة ودخلت سكين للرئة وعملت حرق بالرئة